سأنتقل سريعا لمراسلنا في واشنطن رامي جبر. رامي، مساء الخير، وأسألك عن التأثر الذي حدث للأسواق الأمريكية بسبب ما يتم تداوله عن نقل خطوط إنتاج آيفون بشكل أكبر من الصين إلى الهند. مساء الخير دينا. بالفعل هذا خبر مهم جدا، سيكون له تأثير، أعتقد أنه سيكون تأثير جيد على شركات التكنولوجيا هنا في الولايات المتحدة. ربما ليس هناك تأثير فوري على الأسهم وعلى التداولات في بورصة وول ستريت، ولكن الخبر نفسه يعتبر حالة خروج من عنق الزجاجة الصينية التي لطالما انحشرت فيها شركات التكنولوجيا الأمريكية رغما عنها، نظرا لقلة تكلفة إنتاج التكنولوجيا في الصين والأجهزة التكنولوجية في الصين. أعتقد أن هناك شركات كثيرة ستحذو حذو شركة آيفون في خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب. أولا، الصين تطبق مسألة سياسة الصفر كوفيد، وهذه تخنق الحركة الاقتصادية داخل البلاد وحركة العمال وحركة المصانع وأشياء كثيرة. لذلك تريد الشركات الخروج مثلما تفعل الآن آيفون، وستتجه إلى الهند. آيفون تنتج حتى الآن 80% من هواتفها في الصين، شركة فوكس فون هي التي تنتجها، و20% انتقلت إلى الهند وأماكن أخرى. ولكن هل من الممكن خلال الفترة الماضية أن نشهد 100% من هواتف آيفون تنتقل خارج الصين، أو أقصد من تصنيع هواتف آيفون تنتقل خارج الصين وتذهب إلى الهند مثلا أو إلى دول أخرى؟ أعتقد هذا ما تسعى آيفون إلى فعله أيضا لسبب آخر غير سياسة صفر كوفيد، وهو مسألة أن الصين تسيطر على سوق الشرائح في العالم وسلاسل التوريد في العالم. نعم. تريد الشركات الأمريكية الخروج أخيرا من هذه السيطرة الصينية. طيب رامي، يعني هذا الحديث من انتقال مصانع راسخة في منطقة ما، كيف ينعكس على المستخدم الأمريكي أو المستهلك الأمريكي بشكل عام؟ بالتأكيد سيكون المستهلك الأمريكي رقم واحد من هذه المسألة، لأنه إذا ارتفعت كلفة إنتاج الهواتف مثلا أو أي أجهزة في الصين، وأن إنتاج هذه الأجهزة سيكون أقل في الهند، سينعكس ذلك على أسعار هذه الأجهزة عندما تباع إلى المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية. ستباع له بأسعار إن لم تكن أقل، فعلى الأقل ستحتفظ بنفس السعر الذي اعتاد عليه الجمهور الأمريكي، ولن يرتفع السعر أكثر من ذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج في الصين أو في أي دولة أخرى. أعتقد أن الرابح الرئيسي من هذا بخلاف شركات التكنولوجيا سيكون هو المستهلك الأمريكي، الذي سيستطيع الحصول على البضاعة التي يرغب فيها وبنفس السعر أو ربما أيضا بسعر أقل أيضا، حتى رغم التضخم الحاصل الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن، شكرا جزيلا لوجودك معنا.